السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو النهاردة هعمل فيه طريقة عمل البسبوسة، ان شاء الله تطلع سهلة وبسيطة وناجحة. هي بس شوية تكات كده نعملها، لو التزمنا بيها هتطلع زي بتاعة المحلات بالظبط ان شاء الله. المقادير اللي معايا هنا كيس من بسبوسة حلو الشام، احلى بسبوسة بصراحة بعملها هي بسبوسة حلو الشام. ومعايا هنا علبة من الزبادي، انا بعمل الزبادي في البيت، بس اللي مش بيعمله في البيت يبقى علبة من الزبادي. ممكن ابقى انزل لكم لينك الفيديو بتاع الزبادي صندوق الوصف ان شاء الله. ومعايا هنا كوباية اللي هي المج الشاي العادي ده، دي سمنة سايحة بدرجة حرارة الجو يعني، والزبادي برضو يطلع من التلاجة يبقى بدرجة حرارة الجو. ومعايا هنا كوباية معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعايا هنا معلقه من الفانيليا، الفانيليا بتديها ريحه حلوه قوي، والبيكنج باودر بيديها تبقى هشه كده وجميله. نبدا بقى مع بعض. اول حاجه هعملها هنزل السمنه، نكتبها كده قدامي واقلبها شويه في السمنه كده. البسبوسه مش بتتقلب كتير، اول ما تلاقي المكونات بتاعتها اندمجت مع بعض خلاص بوقف تقليب واروح حطها في القالب اللي انا ايه هدخله الفرن. احاول بس كل الحبيبات دي تبقى شربت من السمنه. بس انزل بقى الزبادي وانزل معلقه البيكنج باودر وانزل معلقه الفانيليا. احاول اخليهم يندمجوا مع بعض. خليط البسبوسه مش بيبقى خليط سايب، بيبقى خليط ماسك نفسه كده شويه. بس هي كده اندمجت كل المكونات بتاعتها على بعض، مش هقلب بقى كتير، هروح منزلها على طول الصينيه اللي هدخلها فيها الفرن. معايا هنا صينية مقاس 26، الصواني اللي هي حرفها رفيع دي احسن صواني لعمل البسبوسة. ننزل بقى فيها الخليط. اهو فردت الخليط بتاع البسبوسة كله في الصينية، وبعد كده دبدبتها جامد كده في الارض علشان خاطر كلها تتوزع بمستوى واحد، وهدخلها بقى الفرن على درجة حرارة متوسطة. واول ما احس ان الاطراف بتاعتها دي ابتدت تحمر هطفي وهولع الشواية من فوق شوية، نتابعها علشان ما تتحرقش مننا. السيرب بقى او الشربات بتاع البسبوسة، انا ليه عملته بعد البسبوسة؟ علشان خاطر لازم لما ينزل على البسبوسة يبقى هو والبسبوسة سخنين عشان البسبوسة تبقى طرية وحلوة. نيجي بقى هنا للمقادير. معايا مج سكر، ومعايا قد بالظبط مية، ودي نص عصرة ليمونة. اول حاجة اجي هنا اروح منزلة السكر، بعديها على طول المية، وبعد كده عصرة الليمونة. مش هنزل عصرة الليمونة في الاخر يا جماعة، علشان هي دي اللي بتخلي الشربات يسكر. في ناس كتير سألتني على صفحة الفيسبوك ليه بيسكر، علشان خاطر بننزل الليمون في الاخر خالص قبل ما نطفي. لا، كله نحطه على بعضه، ونحط كمان الفانيليا، كيس من الفانيليا، ومش هقلب خالص عشان التقليب بيخلي السكر يطلع على الاطراف كده وبيروح مسكر. هنسيبه كده 10 دقايق شوية وهروح طفي عليه على طول. خلاص البسبوسة طلعت من الفرن، ريحتها جميلة جدا. وهحط لها بقى دلوقتي العسل
سخن برضو اهو. هو المج ده كفاية جدا على الصينية اللي عندي. هحطه لها بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الاتنين سخنين يا جماعة، اهم حاجة. خدوا بالكم من الخطوة اللي جاية دي، هروح مغطية بسرعة وانا طفيت الفرن هرجعها تاني الفرن، والفرن مطفي هرجعها تاني لغاية ما تهدى شوية، بعد كده اقدمها معاكم مع بعض. خلاص البسبوسة خلصت، قعدت بالظبط في الفرن تلت ساعة، بعد كده خرجت من الفرن حطيت لها الشربات، وبعد كده رجعتها الفرن تاني والفرن يكون مطفي. لما ترجعيها تاني سبتها في الفرن لغاية ما الفرن برد خالص. لما غطيتها كده، الخطوة دي بتخليها طرية جدا جدا، والبيكنج باودر كمان بيخليها طرية وهشة وفي نفس الوقت متماسكة. بص هقطعها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا اهي، بصوا يا ريت تكون باينه، شكلها جميل جدا وطعمها كمان جميل. وجربوها وان شاء الله تعجبكم باذن الله. وانا طلبت مني كتير فعلا على الفيسبوك، بس معلش اتأخرت عليكم شوية، بس اي حاجة انتوا عايزينها ان شاء الله هعملها. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك.